sous le nom de commandeur de la Légion d'honneur. Cyril Decker, Richard. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت. أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. Everywhere you look, if there's trouble in the region, you find Iran. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد من الرياض أن بلاده ستمنع إيران من إنشاء ميليشيا في اليمن على غرار حزب الله. والفراغ بسقط كل مؤسسات الدولة بدءا، أنا بقول لكم شغلة، بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة. بري يؤكد ضرورة إقرار قانون جديد للانتخاب قبل 15 من أيار ويقول إن النسبية تبقى الخلاص. عون يبحث وحاكم مصر في لبنان موضوع تعديل العقوبات المالية الأمريكية بحق أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين. صباح الخير. أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن بلاده ستمنع إيران من إنشاء ميليشيا في اليمن على غرار حزب الله في لبنان. جاء ذلك خلال زيارته إلى الرياض، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. أكثر من رسالة تحذيرية وجهها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى إيران خلال زيارته للرياض. ماتيس وبعدما رأى أن إيران تقف وراء كل اضطراب في المنطقة، أكد أن بلاده ستمنعها من إنشاء ميليشيا في اليمن على غرار حزب الله في لبنان. كلام ماتيس جاء بعد محادثاته في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة استراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجال الدفاعي، إلى جانب التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الدفاع الأمريكي نظيره السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ناقش معه كيفية مواجهة نشاطات إيران العدو المشترك في المنطقة. Across the region. نحن نراقب تأثير إيران على امتداد المنطقة من خلال الميليشيات التي ترعاها كحزب الله في لبنان، إضافة إلى تدخلها العسكري إلى جانب النظام في سوريا، ما سمح لبشار الأسد بالبقاء في السلطة. إيران تقف وراء أي اضطراب في المنطقة، لذا هدفنا في اليمن هو دفع الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووقف الدعم الإيراني للحوثيين، كما أننا سنمنع طهران من زعزعة استقرار الدول الأخرى ومن إنشاء ميليشيا في اليمن على غرار حزب الله. وكان ماتيس أكد من على متن الطائرة التي أقلته إلى الرياض، المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن السعودية من أهم حلفاء الولايات المتحدة، داعيا إلى وضع حد للصواريخ الإيرانية التي يطلقها الحوثيون على أراضي المملكة العربية السعودية. وفي واشنطن أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الوكالات بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران لمعرفة ما إذا كان تعليق العقوبات سيصب في مصلحة الولايات المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي وصف سبايسر قرار ترامب بالحكيم والمتعقل، مشيرا إلى أن المراجعة ستستغرق 90 يوما. في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون أن إيران تواصل إطالة أمد النزاع السوري من خلال دعم نظام الأسد، موضحا أن الاتفاق النووي ليس الأسلوب المناسب لمواجهة طموحات طهران التي ستجابه من قبل إدارة ترامب فور وضع سياستها العامة. واعتبر أن طموحات طهران النووية تشكل خطرا على المنطقة والعالم، متهما إياها بزعزعة الاستقرار في اليمن والعراق من خلال دعمها للميليشيات. محليا، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس في بيت الوسط نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، وعرض معه لآخر المستجدات ولا سيما ما يتعلق منها بالاتصالات القائمة بشأن قانون الانتخاب. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد حذر خلال اللقاء الأربعاء النيابي من الفراغ لأنه يأخذ البلاد إلى المجهول. التقرير لشرب العبد. لا مصلحة لأحد في أن نصل إلى جلسة 15 من أيار من دون وجود قانون جديد للانتخابات، هي العبارات الأبرز التي نقلها نواب الأربعاء عن رئيس المجلس نبيه بري، الذي حض الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته على المجلس النيابي، مؤكدا أن أي قانون يحتاج إلى التوافق والنسبية تبقى الخلاص، مجددا القول
إن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد إلى المجهول. بعض النواب أشار إلى أن صيغة النسبية الكاملة أصبحت متقدمة على غيرها. حتى هذه اللحظة ما سمعنا أنه في جلسة لمجلس الوزراء من أجل بحث موضوع قانون الانتخابات، وكنا نعرف أنه الوقت عم يضيق، يعني ما في حدا له مصلحة أنه نوصل ل 15 الشهر القادم ما كانش في يعني اقتراح قانون أو مشروع قانون أو شيء متفق عليه. وأي قانون انتخابات بدأ توافق عام، بدأ توافق يعني بدأ جو عام. طبعا يعني الشيء اللي عم يتركز عليه، يعني طبعا الرئيس بيرلي عم يركز على نقطة أنه البديل عن التمديد والبديل عن الفراغ هو قانون انتخابات. وطبعا عم يحذر من الفراغ لأنه الفراغ قاتل، والفراغ بيسقط كل مؤسسات الدولة، بدءا أنا بقولكم شغلة، بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة. لا يمكن لأي فريق أن يربح بالكامل. إذا بدنا نتوافق لابد للجميع من أن يتنازل، ولابد لكل طرف من أن يكسب ويخسر في الوقت ذاته، وإلا كيف تكون هناك تسوية وكيف يكون هناك توافق؟ نحن طرحنا خلال الفترة الماضية تقريبا 6 صيغ للنسبية الكاملة، بدءا من لبنان دائرة واحدة، مرورا بالمحافظات التاريخية أو المحافظات المعدلة، ووصولا إلى الدوائر، ما يسمى بالدوائر الوسطى. بإمكانهم أن يختاروا أي من هذه الصيغ. الحل بيكون العودة إلى الرشد السياسي، يكون من خلال العودة إلى النسبية الكاملة النظيفة المتحررة من أي قيد. هي الأسهل تطبيقا، هي الأكثر عدالة، وهي التي تفتح أبواب التغيير والإصلاح. إلى ذلك، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب أنه تسلم مشروع قانون الموازنة اليوم وأحاله فورا على لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه، ووزع دوائر المجلس المشروع على النواب. وردا على السؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح بري أن المشروع لا يتضمن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة أصلا على جدول أعمال جلسة 15 من أيار المقبل. حتى الآن لا صيغة واضحة لقانون انتخابي جديد، والمتوافق عليه هو ضرورة تلافي الفراغ وإيجاد قانون انتخابي جديد قبل جلسة 15 من أيار، والتي يترقب اللبنانيون بحذر نتائجها. من عين التين الشرب العبود، تلفزيون مستقبل. في بعبدة، عرض رئيس الجمهورية ميشيل عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الأوضاع المالية في البلاد. وأكد سلامي أن لدى المصرف المركزي الإمكانات للمحافظة على الاستقرار النقدي في البلاد. وخلال اللقاء تم البحث في المعلومات المتوافرة حول إعداد الكونغرس الأمريكي مسودة لتعديل قانون العقوبات المالية الأمريكية بحق أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لمتابعة الموضوع. ومن السرايا الكبير، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الجميع في لبنان حكومة ودولة في خدمة المواطن. وخلال رعايته مصالحة بين عائلتي عبد الواحد ومرعب والمؤسسة العسكرية، شدد الرئيس الحريري على أن أهل عكار هم الخزان الأكبر للجيش. رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مصالحة بين عائلتي عبد الواحد ومرعب والمؤسسة العسكرية، وذلك في لقاء حضره وزير الدفاع يعقوب صراف، وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من النواب، ومفتي عكار الشيخ زيد زكريا بكار، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعد الله حمد، أمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وممثلون عن عائلتي الشهيدين الشيخ أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب، وشخصيات دينية وفعاليات عكارية. احنا كدولة وكحكومة علينا مسؤوليات. هذه المسؤوليات انه لا يتكرر الخطأ. وهذا الشيء منهجنا الاساسي. ما في شك انه الخسارة كانت كبيرة. ومثل ما قلت انه اللي حصل، الوحيدين اللي حيدلوا عايشين مع هذه الخسارة هن اهله واخواته. المشايخ الأفاضل اللي قعدوا وواكبوا غضب الشارع وغضب الناس وغضب العائلة لهم دور كبير بأنه هدوا البال ونصحوا
بأنه الكره ولا الغضب لن يفيد أحد. الجيش اللبناني ولا المؤسسات العسكرية كلها هي في خدمة المواطن، وستكون في خدمة المواطن دائما. ما دمت أنا محل ما أنا، حكون حريص أنه هيدا الشيء حيحصل دائما في خدمة المواطن. هيدا أهم شيء بالنسبة لنا نحن كلنا، حكومة ودولة بخدمة المواطن. نحن بلبنان بكل مناطقنا اللبنانية، وبالأخص من عكار اللي هي خزان الجيش اللبناني، نحن ما إلنا مشروع أبدا إلا مشروع الدولة القوية القادرة العادلة. وأنا بعرف أنه أهل عكار ما حيكونوا إلا إلى جانب المؤسسة العسكرية وإلى جانب القوى الأمنية، وأهل عكار بيعتبروا حالهم أنه هني مع الجيش اللبناني واحد، وهيدي أملنا وأمل دولة الرئيس في هذا الأمر، من شان نورجي عكار أنه هي صورة العيش الواحد، هي صورة كل لبنان في المحافظة على الاستقرار والأمن. هذه المناسبة ليست صلح مثل ما تفضل أخي الشيخ وحكي، لأنه لم يكن ولم يكن أي خلاف بين مؤسسة الجيش وبين أي مواطن لبناني، لا بل بالعكس، هذه المؤسسة لا تحيا ولن تحيا بدون أدعيتكم وصلواتكم، بدون دعمكم السياسي، بدون ظل عمامتك سمحت المفتي. نعم تنازلنا وسامحنا في هذه القضية لأننا مسلمون، وإن المؤمن يصاب على قدر إيمانه، وتركنا القصاص من الجان لله رب العالمين. نعم أيها السادة، تنازلنا عن حقنا في هذه القضية من أجل الحفاظ على وطننا لبنان، ونقول ما في حدا أكبر من بلده. وكان الرئيس الحريري قد استقبل وفدا من المشاركين في المؤتمر الذي نظمته دار الفتوى اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة بيرغهوف حول دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عملية السلام والحوار. ضم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي مصر الشيخ شوقي علام، مفتي الأردن الشيخ محمد الخليلة، وكيل الأزهر الشيخ عباس شومان، وعدد من علماء الدين بحضور الدكتور رضوان سيد والدكتور محمد السماك. وجرى خلال اللقاء عرض لأهداف المؤتمر وأهمية الحوار بين الأديان في محاربة التطرف ودور المؤسسات الدينية الرسمية في هذا الموضوع. وفي السراء الحكومي، كان الرئيس الحريري قد التقى رئيس الإكوادور السابق جميل معوض وعرض معه للأوضاع العامة. كما استقبل الرئيس الحريري سفير اليابان في لبنان ماتاشيرو ياماغوشي، حيث تناول معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. في النشرة بعد الفاصل، رحيل رجل التنمية والحوار رئيس بلدية طرابلس الأسبق رشيد جمالي. أهلا بكم من جديد. غرد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر متسائلا من يستذكر كيف كان لواجهة بيروت البحرية أيام الأحد ساعات مخصصة لركوب الدراجة الهوائية خالية من السيارات، وتابع هل تؤيدون إعادة أحيائها؟ أنا أؤيد. وكان الرئيس الحريري قد استقبل في السرايا الحكومي وفدا من شركة بايك فور أول الذي وجه دعوة للرئيس الحريري لرعاية إطلاق مشروع النظام الآلي لتوزيع الدراجات الهوائية بايك شيرينج سيستم في 30 من شهر نيسان الحالي من فندق لوغراي باتجاه ساحة رياض الصلح وصولا إلى بيت الوسط، على أن يتضمن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء 10 محطات ومسارات منفصلة للدراجات الهوائية. وقد استمع الرئيس الحريري من الوفد إلى شرح مفصل عن مراحل المشروع وأهميته. اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال تفقده مستشفى صيدا الحكومي أن أي اقتتال يحصل في مخيم عين الحلوة لن يكون في مصلحة أحد.
أوضاع مستشفى صيدا الحكومي المتضرر جراء الأحداث الأمنية التي شاهدها مخيم عين الحلوة اطلع عليها أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. الأمين العام الذي جال في أقسام المستشفى أثنى على جهود الطاقم الطبي والإداري في تقديم واجبهم الإنساني والخدمات الطبية للمرضى بالرغم من الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الاقتتال بين الفلسطينيين لا يكون في صالح المخيم وأهله ولا في صالح مدينة صيدا. يجب تحييد مستشفى لا ماشي بعملها وبرسالتها الإنسانية، وهذا التحييد ما بيجي إلا إذا وعي وأطراف موجودة داخل المخيم إنه أي اقتتال بيصير بيناتهم وما بيكون لصالح لا المدينة ولا لصالحهم، وإنه كل الأمور إذا فيها تنحل بالحوار وبالاتفاقات السياسية اللي بتصير بيكون شيء أفضل، وخلي التركيز على القضية الأساس هي قضية العودة وقضية القدس واستعادة القدس. بجهود أكيد يعني من ست منادر صار في توجه لهيئة الإغاثة تيجي وتباشر، يعني من تاني يوم بلشوا واجوا يصلحوا الأضرار. وكان الحريري قد رعى لقاء تكريميا أقامته منسقية صيدا والجنوب في تيار المستقبل، حيث تم التداول في شؤون تهم صيدا ومنطقتها، مثنيا على جهود محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو والقوى الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار. شيعت مدينة طرابلس رئيس بلديتها الأسبق رشيد جمالي تيار المستقبل وعبر أمين العام أحمد الحريري نعى الفقيد لافتا إلى أنه يرحل أو برحيل الجمالي فقدت طرابلس أحد أبرز أركانها في العمل الاجتماعي والمدني. فقدت مدينة طرابلس أحد رموزها بعد أن غيب الموت رئيس بلديتها الأسبق ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء الأسبق المهندس رشيد جمالي. جمالي الذي تسلم زمام السلطة المحلية في عاصمة الشمال طرابلس من العام 2004 لغاية العام 2010 شهد عهده ولادة مشاريع عدة إنمائية وثقافية. أحب الفيحاء وآمن بشبابها وقدم الكثير من التضحيات. كان رجل الحوار والاعتدال حتى في أصعب الظروف التي شهدتها عاصمة الشمال. أن لبنان هو بلد العيش المشترك بكل مدنه بكل قراه وبكل مناطقه، وأن أي شعار يحمل في مضمونه أو شكله طابع الانغلاق هو شعار لا ينسجم مع رؤيتنا لوحدتنا ولمستقبل بلدنا. في مسجد عثمان بن عفان في الميناء صلي على جثمان الفقيد حيث وري الثرى في جبانة الميناء الجديدة. أكدت بلدية عين دار أن البلدة تتعرض لحملة افتراءات وتعديات على أهلها ومجلسها البلدي من قبل بيير فتوش، سواء أكان من خلال بيانات مفبركة تطبخ فيما يسمى بمكتبه الإعلامي أو من خلال اعتداءات مسلحة يقوم بها أزلامه على شرطة البلدية وعلى أهالي البلدة. وأشارت البلدية في بيان لها إلى أن ما صدر عما يسمى بالمكتب الإعلامي لبيير فتوش من استنكار لما تعرض له عضو مجلس بلديتها عين ستيفن حداد لا يعبر إلا عن نهج صاحبه بعدم احترام عقول الناس واستخفافه بالرأي العام. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. هجوم مباغت للمعارضة السورية على مواقع النظام في الغوطة الشرقية. أهلا بكم من جديد. صعدت قوات النظام السوري من قصفها العنيف على الأحياء الشرقية لدمشق، الأمر الذي دفع بالمعارضة إلى شن هجوم مباغت على مواقع كتائب الأسد في الغوطة الشرقية، مما أدى لمقتل أكثر من 55 عنصرا. أكثر من 50 قتيلا من كتائب الأسد سقطوا على جبهات الغوطة الشرقية بعدما شن الثوار هجوما مباغتا على الخطوط الخلفية لعناصر الأسد، حيث خسرت أيضا أكثر من 6 آليات ثقيلة.
وبينما صعد النظام ميليشياته قصفهم على الأحياء الشرقية للعاصمة، استهدفت قوات المعارضة على جبهة عربين مبنى تحصنت به عناصر النظام، مما أدى إلى تدميره بالكامل، في حين تم قنص قائد مجموعة عسكرية للنظام على إحدى الجبهات المقابلة. بموازاة هذه الخسائر في صفوف النظام، تبنت إحدى فصائل المعارضة قتل 6 عناصر وجرح العشرات من قوات النظام بعد استهداف موكب تشييع في حي صلاح الدين بحلب، في وقت فشلت حملة النظام العسكرية الشرسة في تحقيق أي تقدم على القسم الغربي من ريف المدينة. وبالتزامن مع استمرار المواجهات في ريف حماة وتعرضه لقصف عشوائي من الطيران الروسي، اعترفت موسكو بمقتل جنديين في هجوم للمعارضة، ليرتفع بذلك عدد قتل القوات الروسية حسب وكالة رويترز إلى أكثر من 20، وهو رقم أكثر بأربعة أضعاف مما أعلنته روسيا. وفي إطار التهجير القسري والتغيير الديموغرافي المعتمد من قبل النظام السوري، استنفت عمليات إجلاء سكان 4 بلدات سورية بعدما تعثرت إثر تفجير انتحاري استهدف حافلات المهجرين في حلب السبت الماضي. وفي الميدان اليمني، سيطرت قوات الشرعية على مخزن أسلحة تابع للمتمردين في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد، يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر، واقتربت من تحرير المعسكر بالكامل. واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدمها باتجاه معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع في محافظة تعز، واحتدمت المعارك والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل مع الحوثيين وقوات المخلوع صالح. وبعد احكامها الحصار على المعسكر وتقدمها على مواقع جديدة، سيطرت قوات الشرعية على مخزن للأسلحة تابع للمتمردين يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر، ونصبت الميليشيات الانقلابية عددا من النقاط في مديرية موزع لمنع عناصرها من الفرار من ميدان المعركة بعد اقتراب قوات الجيش الوطني من تحرير معسكر خالد. هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على المعسكر ومحيطه. وأشارت مصادر عسكرية للجيش الوطني إلى أن الحوثيين يحاولون تخفيف الضغط على قواتهم في معسكر خالد باستخدام مكثف للصواريخ الباليستية، حيث أطلقت نحو 11 صاروخا باليستيا اعترضتها منظومة الدفاع الجوي في سماء المخا. يأتي ذلك فيما وصلت تعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة من قوات التحالف العربي إلى جبهات القتال شرق المخا لدعم الجيش الوطني والمقاومة، مع إسناد جوي لطيران التحالف وملاحقة فلول الميليشيات الانقلابية التي ما زالت متواجدة في بعض المرتفعات داخل معسكر خالد. ويشارك طيران الأباتشي بفاعلية كبيرة في ملاحقة الفلول في المزارع والجبال في محاور عدة من جبهة معسكر خالد، مع تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة في البوابة الغربية والجنوبية للمعسكر. رفضت اللجنة العليا للانتخابات التركية كل الطعون التي تقدمت بها أحزاب المعارضة بهدف إلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. بالتزامن، أكد رئيس الحكومة بن علي الدريم أن العام 2019 سيشهد انتخابات محلية في شهر أذار وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في شهر تشرين الثاني. وأضاف الدريم أنه فور إعلان نتائج الاستفتاء ونشرها في الجريدة الرسمية تزول العقبات الدستورية التي تحول دون عودة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية. وفي الختام، هذا تذكير بالعناوين. Everywhere you look, if there's trouble in the region, you find Iran. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد من الرياض أن بلاده ستمنع إيران من إنشاء ميليشيا في اليمن على غرار حزب الله. والفراغ لسقط كل مؤسسات الدولة بدءاً، أنا بقول لكم شغلة، بدءاً برئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة. بري يؤكد ضرورة إقرار قانون جديد للانتخاب قبل 15 أيار، ويقول إن النسبية تبقى الخلاص. عون يبحث حاكم مصرف لبنان موضوع تعديل قانون العقوبات المالية الأمريكية بحق أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. Soon dictator, Bashar.